الأطر التربوية، كافة الأساتذة، كافة الأطر الدعم، كافة الأمهات والآباء وكافة التلاميذ. وكنشكر الأمهات اللي حضروا هنا. أنا باسم الأمهات ديال مدينة العيون جيت هذا النهار باش نساند الأستاذ وباش نضم صوتي لصوته ونقول له احنا معاك قلبا وقالبا. احنا مع الأستاذ ماشي ضده، لأن الأستاذ راه كان تلميذ والتلميذ اليوم غادي يكون أستاذ. إذا وليدات لك كنطلبوا لهم يكونوا إن شاء الله أساتذة ويكونوا في واحد الجو ماشي هو هذا الجو هذا. وكنطلب منكم نتوما أساتذة كنحملكم المسؤولية أنكم تزيدوا تناضلوا وما تستسلموش. تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.